اول محاضره هنتكلم فيها النهارده في الانترودكشن تو اناتومي هتكون محاضره عن الترمينولوجي ان اناتومي. الترمينولوجي يعني ايه؟ يعني ديفرنت تيرمز الاكسبريشنز المختلفه اللي هنتكلم فيها. انا هتكلم في الانترودكشن بالذات وهشرح ان انجلش، لكن كمان هتكلم شويه بالعربي لان انا عارف ان في مشكله بالنسبه للي ما درسوش بالانجلش في ما قبل الجامعه، عندهم مشكله بالنسبه للانجلش، ففي الانترودكشن هشرح ان انجلش وهشرح برضو بالعربي عشان الطلاب اللي عندهم مشاكل في الانجلش في بدايه دراسه الطب. لما نيجي نتكلم على الاناتومي، اناتومي means anatom يعني up او انا plus cutting it means cutting to study the structure. الشكل الاولاني من الاناتومي هو الميكروسكوبيك اناتومي. يعني ايه ميكروسكوبيك اناتومي؟ يعني اناتومي انا بدرسه بالعين المجرده، يعني انا بعناية مجرده هقدر اشوف ايه؟ هقدر اشوف عظام، هقدر اشوف ماسلز، هقدر اشوف عضلات الى اخره. الميكروسكوبيك اناتومي هيكون بطريقتين، اما يكون ريجنال اناتومي اور سيستميك اناتومي. يعني ايه؟ ريجنال اناتومي، ريجن يعني منطقه، فريجنال اناتومي يعني انا بدرس الديفرنت بارتس اوف ذا بودي، الاجزاء المختلفه في الجسم. بدرس الهيد اللي هي الراس، بدرس النك اللي هي الرقبه، بدرس الثوركس اللي هو الصدر، بدرس الابدومن اللي هي البطن، الابر ليمب الطرف العلوي واللور ليمب الطرف السفلي. ده اللي بنسميه ريجنال اناتومي، هو دراسة الاناتومي according to the regions او المناطق. الشكل الاخر من دراسة الاناتومي يبقى systemic anatomy. system جاي من system، system يعني جهاز، وبالتالي the systemic anatomy يعني دراسة اجهزة الجسم المختلفة. مثلا the cardiovascular system اللي بيشمل الهارت، القلب والاوعية الدموية. respiratory system الجهاز التنفسي. and the urinary system الجهاز البولي. يبقى انا اما هدرس الاناتومي in regional anatomy according to the regions او systemic anatomy according to the systems. انواع اخرى من الاناتومي، عندنا نوع اخر هو الميكروسكوبيك اناتومي. ميكروسكوبيك اناتومي يعني دراسه الاناتومي under the microscope. ده اللي احنا بنطلق عليه دلوقتي هيستولوجي، ده اللي هيتاخد في ماده الهيستولوجي هو دراسه الاناتومي under the microscope. شكل اخر من دراسه الاناتومي هو developmental anatomy او الامبريولوجي. هندرس مع بعض في الاناتومي والامبريولوجي يعني ايه؟ يعني مراحل تكوين الجنين المختلفه وازاي الجسم بيتكون، وبيبقى عندنا جنرال امبريولوجي في البدايه ثم سيستميك امبريولوجي للامبريولوجي او التطور بتاع الديفرنت سيستمز. شكل اخر هو الابلايد اناتومي او كلينيكال. يعني ايه؟ يعني بندرس الاناتومي وعلاقته بالامراض المختلفه او بالكلينيكال ابروتش بتاعه. يعني مثلا لما هنيجي ندرس القلب هنعرف القلب البين بتاعه بيتحس فين والبين بتاعه بيسمع فين، ده according to anatomical base. هندرس مثلا الجول بلادر او المراره البين بتاعه بيتحس فين وكمان هيسمع فين، ده اللي بنسميه applied anatomy، له علاقه الاناتومي بديفرنت diseases ممكن تصيب الانسان. نوع اخر هو radiological anatomy، وده دراسه الاشعه المختلفه. طبعا radiological anatomy بيتقدم يوم بعد يوم، كان زمان بالاكس راي العاديه وبعد كده بقى الالتراسونوجرافي او الموجات فوق الصوتيه، بعد كده بقى الكات سكان او الاشعه المقطعيه، بعد كده بقى في الام ار اي او الرنين المغناطيسي وهكذا، دراسه الاناتومي من خلال الاشعات المختلفه. نوع اخر من الاناتومي هو السيرفيس اناتومي. السيرفيس اناتومي يعني دراسه الاستراكشرز ظاهريا عند السكين اوف ذا بودي. يعني ايه؟ يعني انا عشان اقيس النبض بتاع شخص مش لازم اعمل ديسكشن، مش لازم اشرح عشان اطلع الارتري واشوف النبض بتاعه، لكن ببقى عارف مكان الارتري الشريان ده ماشي فين تحت الجلد وبحط ايدي مكانه عشان اقدر احس النبض بتاعه. ده معناه السيرفيس اناتومي. انا عشان اسمع مثلا الصمامات المختلفه بتاعه القلب لازم اكون عارف مكان الصوت بتاع كل صمام فين ظاهريا تحت الجلد عشان احط السماعه واسمع اصوات صمامات القلب. ده اللي بنسميه سيرفيس اناتومي، سواء للهارت او للارترز او اشياء اخرى في البودي. لما نيجي نتكلم على البودي ريجنز، البودي ريجنز اللي عندنا هتكون ايه؟ طبعا البودي ريجنز بنبتدي من فوق بالهيد، ثم بعد الهيد او الراس النك او الرقبه، ثم الابر ليمب الطرف العلوي، ثم بعد كده عندنا اللور ليمب الطرف السفلي، ثم بعد كده الابدومن اللي هي البطن، ثم بعد كده البلفس اللي هو الحوض اللي هو lower part of the abdomen. These are the different
parts of the body اللي ممكن ندرسها زي ما قلنا الريجنز يضاف ليهم اخيرا الثوركس او الصدر. نيجي نتكلم مع بعض على الاناتوميكال بوزيشن. الاناتوميكال بوزيشن ده هو المرجع بتاعي وانا بدرس اي حاجه في الاناتومي. انا عشان ادرس اناتومي لازم اكون عارف الاناتوميكال بوزيشن بتاعي ايه. الشخص هيبقى واقف اناتوميكال بوزيشن او الوضع التشريحي السليم بالنسبه له ازاي. ايه اللي هيكون موجود في هذا الشخص in anatomical position؟ Number one, the body is erect. يعني الشخص واقف مش جالس. So the body is erect and the person is standing. Number two, the face is directed forwards. يعني الوجه هيبقى موجه للأمام مش للخلف. Number three, the upper limbs at the side of the body. يعني هيكون الأطراف العلوية بجوار الجسم أو بجوار الجزء بتاع الجسم. The legs and the feet, الساقين والقدمين close together, مقتربين من بعض ما هماش بعيد عن بعض. The palms, البالم اللي هو راحة اليد, the palms are directed forward, يعني البالم أو راحة اليد متجه للأمام. وأخيرا the eyes are open. يبقى هو ده الكاركترز بتاعة الأناتوميكال بوزيشن أوف ذا بيرسون. تاني, لأن ده هو المرجع بتاعي وانا بتكلم على الاناتومي in all conditions. تاني, الشخص في هذا الوضع anatomical position, the body is erect standing in standing position, the face is directed forwards, الوجه متجه للامام, the upper limbs at the side of the body, قلنا الاطراف العلوية بجوار الجزء, the legs and feet are close together, and the palms او راحة اليد هتكون متجهة للامام, and the eyes are open. طيب ده الاناتوميكال بوزيشن, ده المرجع بتاعي في جميع الاحوال عشان اتكلم اناتومي صح. في وضع اخر بنعرفه بنقول السوباين بوزيشن. السوباين بوزيشن بيعني شخص نايم على ظهره, ده بنسميه سوباين بوزيشن. اند ذا برون بوزيشن, شخص نايم على صدره او على بطنه, ده اللي بنسميه برون بوزيشن. هنيجي بعد كده بعد ما عرفنا الاناتوميكال بوزيشن هنتكلم على الاناتوميكال بلينز. الاناتوميكال بلينز شيء مهم جدا ان احنا نعرفه. أول بلين أو مستوى عندي محتاج أعرفه هو الميديان بلين أو الميد ساجيتال بلين. الميد ساجيتال بلين عبارة عن بلين رأسي. البلين الرأسي ده هيقسم الجسم في النص إلى right and left equal parts. يعني هنا لما نيجي نشوف الميديان بلين, الميديان بلين هو ده. هذا البلين which divides the body from above downwards into right and left equal parts. يبقى ده الميديان بلين او الميد ساجيتال بلين. vertical in midline يعني هو خط في المنتصف. vertical يعني رأسي, بيقسم البودي into right and left equal parts. طيب ده هو الميد ساجيتال بلين. الميد ساجيتال بلين تاني انا هاخد خط كده vertical plane في المكان ده, هيقسم الجسم من فوق لتحت into right and left equal halves. في بلين اخر اسمه parasagittal plane. ايه parasagittal plane؟ بدل ما اخد ال vertical plane بتاعي in the midline هاخده on its right side او on its left side. يعني مش هاخد ال plane بتاعي في ال midline بالظبط, لا هاخده يمين او هاخده شمال. لو خدته يمين او خدته شمال parallel للsagittal plane هسميه parasagittal plane. para يعني بجوار, يبقى انا هاخد plane هنا parasagittal plane او plane هنا برضو parasagittal plane. بنقول the parasagittal plane برضو is vertical and parallel to the median plane, but it divides the body into right and left unequal parts. دي مهمة ناخد بالنا منها, بتصير فيها كتير. يبقى the median sagittal plane divides the body into right and left equal halves, ولكن right parasagittal او left parasagittal plane divides the body into right and left unequal parts. هنا ممكن اسألك سؤال, انهي بلين اللي بيقسم الجسم الى small right part and large left part؟ يعني ايه اللي هيقسم الجسم ل small right part و large left part؟ هل هو right parasagittal ولا left parasagittal؟ طبعا انا لو خدت right parasagittal يعني على يمين الساجيتال بلين, يبقى انا عندي right part صغير و left part كبير. انما لو خدت البلين بتاعي ليفت باراساجيتال, يبقى انا عندي ليفت بارت صغير واللارج بارت هو الرايت بارت. يبقى ناخد بالنا الميديان ساجيتال بلين ديفايز ذا بودي انتو رايت اند ليفت ايكوال بارتس.
a right paracerstal plane divides the body into right small part and left large part, and the left paracerstal plane ascending gives me a small left part and large right part. طيب في بلين اخر اسمه ايه؟ اسمه كورونال بلين. كورونال بلين ده vertical بلين برضو perpendicular to the median plane and divides the body into anterior and posterior parts. Into anterior and posterior parts. الكورونال بلين هيبقى ازاي؟ هقسم الجسم كده. كده vertical بلين هيقسم لي الجسم. لما هاخد هذا الكورونال بلين هقسم الجسم الى ايه؟ anterior part جزء امامي و posterior part جزء خلفي. يبقى هذا البلين الاخر هو الكورونال بلين قسمني البودي الى anterior part جزء امامي and posterior part جزء خلفي. بلين اخر بنسميه horizontal او transverse ده بلين عرضي بقى. هذا البلين الهوريزونتال بلين او transverse ده perpendicular للميديان والكورونال. احنا قلنا الميديان والكورونال vertical وبالتالي هما راسيين. هذا البلين عرضي ده horizontal plane divides the body into upper and lower parts. يعني ايه؟ يعني هذا الhorizontal او transverse plane هاخده بالعرض هيقسم لي الجسم الى upper part and lower part. طبعا مش هيبقوا equal، هنا هيبقى في upper part و lower part. يبقى تعالوا نقول تاني. قلنا عندنا median sagittal plane the vertical plane dividing the body into equal right and left halves. Parasagittal plane on the right side or on the left side برضو vertical plane parallel in median plane ولكن on the right side or on the left side so it divides the body into two parts right and left but they are unequal. الكورونال plane هيبقى vertical plane كده برضو هياخد البودي من فوق لتحت dividing the body into anterior part and posterior part. أما horizontal أو transverse plane the transverse plane هيبقى بيقسم البودي الى upper part and lower part. يبقى احنا شفنا كده different planes of the body. فلما نيجي نشوفه هنشوفه هنا هنلاقي ده اللي هو median plane median sagittal plane dividing the body into equal right and left halves. ده median plane. هلاقي عندي الكورونال plane vertical plane برضو dividing the body into anterior part and posterior part. وهلاقي عندي هنا ده the transverse plane has a transverse plane that dividing the body into upper part and lower part. These are the different planes. برضو دي صورة بتجمع لنا planes. بنلاقي هنا ده the median sagittal plane. بنلاقي هنا the transverse plane. وبنلاقي هنا ده the coronal plane which are the different anatomical planes that we have to know. طيب نيجي بقى للاناتوميكال تيرمز، التيرمز المختلفة في الاناتومي. أول تيرم هنقابله دايماً هنا نلاقي تيرمز عكس بعض، حاجة وعكسها. أول حاجة عندنا ميديال أند لاترال. ميديال أند لاترال يعني إيه؟ ميديال يعني بتكلم على structure closer to the median plane، يعني أنا بقرب من الميديان بلين. كل ما أقرب من الميديان بلين يبقى أنا بقول ده ميديال. كل ما ابعد عن الميديان بلين هقول ده lateral. يبقى الميديان is closer to the median plane خط المنتصف lateral away from the median plane. طيب تعالوا نقارن حاجات. لما اجي اتكلم على الاي العين والاير الاذن مين فيهم ميديان ومين فيهم lateral؟ حيث ان الاي ميديان اقرب للميدلاين هتبقى ميديان والاير ابعد من الميدلاين هتبقى lateral. يبقى لما اقارن الاي بالاير هتبقى الاي ميديان والاير lateral. انما لما اجي اقارن الاير بالشولدر الكتف هنا في هذه الحاله الاير is closer to the median plane and the shoulder is away from the median plane. يبقى في هذه الحاله the ear is median and the shoulder is lateral. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان مفيش حاجه اقدر اطلق عليها كلمه ميديان طول الوقت ولا lateral طول الوقت لان هي بتعتمد على مقارنات يبقى تاني هتقارن I وear the I is medial and the ear is lateral. هتقارن ear بشولدر the ear is medial and the shoulder is lateral. هتقرب من median plane يبقى ده median. هتبعد عن median plane يبقى ده lateral. تاني expression زي ما الترم التاني اللي عايزين نتكلم عنه هو anterior and posterior.
anterior او ممكن برضو مرادف لي ventral تعني towards the front of the body يعني جهة الامام في الجسم. كلما اقتربت للمقدمة او للجزء الامامي في الجسم يبقى ده بسميه anterior or ventral. عكسه posterior or dorsal. posterior or dorsal يعني towards the back of the body ناحية الظهر بتاع الجسم. يبقى كلما اتجهت ناحية الفرونت اوف ذا بودي يبقى ده anterior او ventral، كلما اتجهت ناحية الباك اوف ذا بودي يبقى ده posterior or dorsal. لما يجي للهاند الاكسبريشنز هتتغير شوية. يعني الـ anterior surface of the hand بسميه palmar surface and the back of the hand بسميه dorsal surface. يبقى الـ anterior surface of the hand هو الـ palm of the hand راحة اليد and the posterior surface of the hand ده الـ dorsal surface. لما يجي للـ foot القصة هتختلف. The upper surface of the foot ده هسميه dorsal surface، وجه القدم من فوق ده بسميه dorsal surface، and the lower surface of the foot بطن القدم ده بسميه plantar surface. يبقى هنا palmar surface، هنا dorsal surface، هنا dorsal surface من فوق and plantar surface اللي هو بطن القدم من تحت. ده هو الاكسبريشن الثاني anterior and posterior. يبقى anterior جهة الامام و posterior جهة الخلف او الباك of the body. ترم ثالث مهم superior and inferior. superior او cephalic مرادف ليها cephalic او cranial. cranial عشان ناحية الكرينيوم، الكرينيوم جزء من السكال. كلما اتجهت لفوق يبقى ده superior ناحية السكال، كلما اتجهت لتحت يبقى ده inferior او caudal towards the feet. يبقى كلما اقتربت لفوق ده superior، كلما نزلت لتحت يبقى ده inferior. طيب تعالوا نسأل نفسنا برضو نفس السؤال. هنا الـ eyes والـ nose. الـ eyes أعلى وبالتالي هي superior، الـ nose أوطى فبالتالي هي inferior. طب الـ nose والـ mouth، الأنف والفم، الـ nose superior and the mouth is inferior. يبقى زي ما اتفقنا إن مفيش حاجة مطلقة هنقول عليها superior طول الوقت و inferior طول الوقت. طيب نفترض الشخص ده بدل ما واقف على رجليه بقى واقف على إيديه، رأسه تحت ورجليه فوق، وعندنا الـ eyes والـ nose. إحنا قلنا هنا كده الـ eye superior والـ nose inferior. طب لو الشخص ده وقف على ايديه هتبقى الـ eyes ايه والـ nose ايه؟ واحد ممكن يتلخبط ويقول لو وقف على ايديه هتبقى الـ eyes هي اللي تحت inferior والـ nose superior. لا، الإجابة كده غلط، لأن احنا المرجع بتاعنا في superior و inferior دايما هو الـ anatomical position. الشخص هيقف على ايده هيقف على رجله في جميع الأحوال الـ position according to the anatomical position. يبقى مش هيفرق معايا هو واقف في انهي وضع. ترم اخر proximal and distal، ودي غالبا بتطلق على اللينز على الاطراف. proximal closer to the trunk يعني كلما اقتربت من الجزع ده proximal، كلما بعدت عن الجزع ده distal. هنا برضو في اللور لين كلما اقتربت من الجزع ده front proximal، كلما بعدت عن الجزع ده distal. طيب تعالوا نطبق الكلام ده. انا عندي in the upper limb ده الارم وده الفور ارم وده الهاند. لما اجي اقارن الارم والفور ارم، ذا ارم از بروكسيمال اقرب للجزع اند ذا فور ارم از ديستال. طب تعالوا نقارن الفور ارم بالهاند. هنا الفور ارم هيبقى بروكسيمال والهاند هيبقى ديستال. يبقى كلما اقتربت من جزع الجسم ده بروكسيمال، كلما بعدت عن جزع الجسم ده ديستال. expression اخر superficial and deep، سطحي وعميق. سطحي وعميق هنا الاكسبريشن مرتبط بالسكين. superficial toward the surface of the body، كلما قربت من السكين انا بقول ده شيء superficial او سطحي. deep يعني away from the surface of the body، يعني انا وانا قريب من السكين هيبقى superficial، كلما توغلت ودخلت بعمق اكتر يبقى انا بكون away from the surface of the body، يبقى deep، يبقى ده superficial and deep. هتبقى ترمز مرة أخرى. يبقى لما نراجع ترمز تاني، قلنا medial closer to the medial plane، عكسها ايه؟ عكس medial lateral away from the medial plane. ترم آخر anterior، قلنا anterior or ventral towards the front of the body، عكسها posterior أو dorsal اللي هو ناحية الـ back of the body. قلنا superior ليها مرادف cephalic or cranial towards the head، عكسها inferior أو caudal
towards the feet. قلنا superficial يعني حاجة مرتبطة بالسكين toward the surface of the body أو الأقرب للسكين للجلد هيبقى superficial عكسها deep هيبقى towards the center of the body. وأخيرا قلنا proximal يعني بالنسبة للليمز near للأوريجن أقرب للجذع بتاع الجسم وعكسها distal هيبقى further from the origin. بعض الاكسبريشنز الاخيره اللي عايزين نعرفها external او outer خارجي means toward the surface and applies to the hollow out structure يعني لو structure او organ ليه تجويف داخله الخارج بتاعه هنسميه external والداخل بتاعه هنسميه internal او inner means towards the cavity of the hollow out structure يعني لو organ مثلا في تجويف الستركشر اللي موجود على السطح الخارجي لهذا الاورجن هسميه external اما الستركشر اللي موجود في داخل هذا الاورجن هسميه internal. Central and peripheral central means toward the center of the body يعني لو انا بتكلم عن body لو قربت من center of the body من مركز الجسم ده هسميه central بينما peripheral means away from the center of the body يعني peripheral يعني طرفي يعني بعيدا عن مركز الجسم. اخر اكسبريشن عايزين نعرفه ipsilateral and contralateral ودول تعبيرين هيهمونا جدا لما نيجي نتكلم على البرين والنيرفس سيستم. ipsilateral means of the same side of the body يعني two structures في نفس الجهه من الجسم بمعنى ايه ان الابر ليمب اليمين واللور ليمب اليمين دول موجودين في نفس الناحيه الاثنين يمين so they are ipsilateral. contralateral means the opposite side of the body يعني الـ upper limb اليمين والـ lower limb الشمال دول يعتبروا contralateral. The right eye والـ left ear دول يعتبروا contralateral. يبقى لو two structures هما الاثنين يمين هيبقوا ipsilateral. لو two structures هما الاثنين شمال هيبقوا ipsilateral. لو two structures واحد يمين واحد شمال هيبقوا في هذه الحالة contralateral. So these are the important terms. أخيرا في specific terms للـ limbs. يعني in the forearm radial تعني lateral and ulnar تعني medial. ليه؟ لأننا نعرف ان في الفورearm الفورearm اللي هو الستركشر ده الفورearm عندي two bones عندي bone lateral وعندي bone medial. البone lateral اسمها radius والbone medial اسمها ulnar فهنسمي lateral side radial وهنسمي medial side ulnar. In the hand اتفقنا الفرونت اسمه بالمر والباك اسمه دورسال او بوستيريور. In the leg في الساق عندنا عظمتين عظمه كبيره ميديال اسمها تيبيا وعظمه اصغر لاترال اسمها فيبيلا فممكن نقول تيبيال سايد which is the medial ممكن نقول فيبيلر سايد which is the lateral. وقلنا برضو in the foot البلانتر هو البطن بتاع القدم او الانفيريور والدورسال هو السوبيريور أو upper surface of the foot. These are the important terms. بحنا النهاردة اتكلمنا على الترمينولوجي in anatomy ودي هتبقى آخر حاجة لينا في هذه المحاضرة. المحاضرة الجاية هنتكلم على different movements in the anatomy ونكمل رحلتنا مع introduction to human anatomy. Thank you. Dear students, النهاردة هنلتقي مع المحاضرة الثانية في الانترودكشن وهنتكلم مع بعض على الـ terms of movements. لما نيجي نتكلم على الـ terms of movements هنلاقي أول term في الـ movement أو الحركات اللي هنتكلم عنها هو الـ flexion and extension. دايماً هنلاحظ في الـ movements في معظم الأحوال إن الحركات بتبقى حركة وعكسها. وبالتالي هنلاقي عندنا flexion and extension. What's the meaning of flexion? Flexion زي ما بنشوف كده means to bend, to make an angle. او نقدر نقول باختصار اخر approximation of two ventral surfaces يعني بقرب سطحين اماميين لبعض. يعني لما نيجي نشوف مثلا الالبو جوينت لما اجي اتكلم على مفصل الالبو لما اعمل كده ده flexion ولما افرد الالبو ده extension. طيب انا لما بعمل flexion عملت ايه؟ قربت الـ ventral surface of the forearm للـ ventral surface of the arm يبقى بقرب سطح أمامي لسطح أمامي
وفي نفس الوقت عملت ايه؟ عملت انجل، عملت زاويه. ده معنى الفليكشن. طب لما اجي اعمل اكستنشن اللي هو كده، لما عملت اكستنشن لغيت الانجل، عملت فرد للمفصل، فحصل ستريتنينج، بقى رجع تاني ستريت، وقربت دورسال سيرفيس او بوستيرير سيرفيس اوف فور ارم للبوستيرير سيرفيس اوف ارم. يبقى معنى كده ان الفليكشن مينز تو بند، انا بعمل انجل وبقرب تو فنترال سيرفيسز لبعض. في الاكستنشن العكس، تو ستريتش بفرد، تو ستريتن، وبقرب تو دورسال سيرفيسز away from each other. يعني انا هنا في الالبو لما بعمل كده بقرب فنترال سيرفيس اوف فور ارم للفنترال سيرفيس اوف ارم، وعملت زاويه. طب لما الفليكشن ده يتلغي هعمل اكستنشن، لما اعمل اكستنشن وافرده عملت ستريتنينج فرد للالبو، وايضا قربت الدورسال سيرفيس اوف فور ارم للدورسال سيرفيس اوف ذا ارم. لما نيجي للني، في الني هنا استثناء وحيد. في الفليكشن لما بتني الركبه بعمل فليكشن، ولما بفردها بعمل اكستنشن. يعني في الركبه لما بتني ركبتي للخلف ده فليكشن، ولما بفردها ده اكستنشن. هنا ده الاستثناء الوحيد اللي في الفليكشن بقرب دورسال سيرفيس لدورسال سيرفيس، وفي الاكستنشن بقرب فنترال سيرفيس لفنترال سيرفيس. يبقى ان ذا ني ذير از ذا اونلي اكسبشن وير ان فليكشن بقرب دورسال سيرفيس لبعض، وفي الاكستنشن بقرب فنترال سيرفيس لبعض، لكن ستيل برضو في الفليكشن بيحصل انجيوليشن زاويه، وفي الاكستنشن بفرد الركبه. يبقى انا عندي هنا ده في الشولدر جوينت، لما بسحب الارم كله لقدام ده فليكشن، ولما برجعه لورا ده اكستنشن. قلنا في الني لما بتني الركبه للخلف ده فليكشن، ولما بفرد الركبه ده هيبقى اكستنشن. تاني برجع الارم باكوردز ده اكستنشن، وفردت الركبه بالمنظر ده فده اكستنشن. طيب ترم اخر بنسميه ابدكشن وعكسه ادكشن. ابدكشن موفينج ابارت اواي فروم ذا ميد لاين، ببعد جزء عن الميد لاين. يعني انا هنا عملت ايه؟ جيت في الارم بعدته عن الجزء، فده ابدكشن. لما ارجع اضمه تاني للجزء اسميه ادكشن. نفتكر عشان ما ننساش، abduction أبعد، أبعد، وadduction أضم، أبعد أضم. So when we move the upper limb away from the trunk the abduction، لما أرجع أضمه تاني للجزع the adduction. In the lower limb لما أخده البرة يبقى abduction، لما أرجع أضمه للother lower limb يبقى adduction. يبقى abduction means moving apart away from the midline، وadduction means moving apart towards the midline، برجع أقرب الجزء تاني للميدلاين. In the fingers في abduction برضو، وفي التوز أصابع القدم في abduction، بس القصة مختلفة شوية. إزاي؟ The abduction of the fingers means spreading of fingers or toes apart. يعني إيه؟ يعني في الهند، لو أنا عندي الهند كده لما ببعد الأصابع عن بعض ده abduction، ولما ضمها تاني أسميها abduction. Taking the fingers away from each other, spreading of fingers, abduction. والabduction of the fingers and toes, drawing or approximating the fingers or toes together. يبقى ده الاختلاف ما بين الabduction والadduction in fingers and toes. ناخد بالنا من حاجة برضو بالنسبة للهند. المحور اللي لما ببعد عنه بقول abduction هو الميدل فينجر، يعني هذا الميدل فينجر ده الاكسس، لما ببعد عنه يبقى بقول ده abduction of the fingers. ولكن in the foot المحور بتاعي اللي ابعد عنه اقول ده abduction هو second toe الصباع التاني، ولما اقرب من الميدل فينجر يبقى ده abduction، وفي الفوت لما اقرب من second toe يبقى ده abduction. يبقى تاني abduction of fingers and toes, spreading of fingers or toes apart, adduction of fingers and toes, drawing or approximating fingers or toes together. في حاجة كمان اسمها opposition. What is the opposition? The opposition is a movement specific to the finger, to the thumb only. هذا الصباع ده الصباع الوحيد اللي بيعمل opposition. What is the meaning of opposition? Putting the thumb opposite the rest of the fingers.
انا هنا بعمل ايه؟ بلمس بالثمب باقي الاصابع. هذه الحركة بسميها opposition, putting the thumb opposite the rest of the fingers. This is the movement of opposition. في عندنا حركة أخرى اسمها circumduction, the combination in sequence of movements of flexion, abduction, extension and adduction. The circumduction ده movement بتحصل في الشولدر جوينت أو في الهيب جوينت. إزاي؟ أنا عندي لو أنا بتكلم على الشولدر جوينت, الشولدر جوينت أنا عندي هنا لما أعمل كده ده flexion, لما أعمل كده ده extension, لما اعمل كده abduction, كده abduction, يبقى كده abduction, كده adduction, كده flexion, كده extension. لما اعمل بقى flexion and abduction و extension and adduction بالمنظر ده, الحركة دي بسميها ايه؟ الحركة دي بسميها circumduction. لما اجي في الهيب جوينت, في الهيب جوينت انا ممكن اعمل ايه؟ في الهيب جوينت انا ممكن اعمل flexion و extension, لما اخده لبره abduction, لما اضم adduction, يبقى كده abduction, كده adduction, كده flexion, كده extension. لما اعمل الحركة دي كلها مع بعض, الحركة المجمعة دي هنسميها circumduction. يبقى دي حركة circumduction اللي هي حركة مجمعة بتحصل في shoulder joint وبتحصل في hip joint, عبارة عن تجميعة للflexion وabduction, extension and adduction of the joint. عندنا rotation, حركة استدارة. Medial rotation brings anterior surface to face medially. Lateral rotation brings anterior surface to face laterally. يعني ايه؟ يعني لو انا بتكلم هنا مثلا في الشولدر, لما الف الارم لجوه الف الventral surface medially, ده medial rotation. لما الف الventral surface ده laterally لبره, lateral rotation. يبقى in the arm عند منطقة الشولدر, when the arm faces medially, لما الventral surface بتاعه أو السطح الأمامي بتاعه يلف للداخل, ده medial rotation, ولما الventral surface ده يلف لبره ده بنسميه lateral rotation. برضو هنا برضو في اللور ليمب نفس القصة, لما اللور ليمب يلف للداخل ده medial rotation, ولما يلف للخارج ده lateral rotation. عندنا حركات أخرى اسمها pronation and supination. دي حركات مخصوصة فقط للفور آرم. زي ما اتفقنا لما أجيب الانتيرير سيرفيس يبص ميديالي ده ميديال روتيشن, ولما أجيب الانتيرير سيرفيس يبص لاتشل ده لاتشل روتيشن. In the forearm الميديال روتيشن ده بسميه pronation, ولما أرجع للأناتوميكال بوزيشن لما أرجع كده ده بسميه supination. يبقى البرونيشن والسوباينيشن اللي هما كده, برونيشن وسوباينيشن, دي حركات مخصوصة للفور آرم. لما لف الفور آرم بحيث ان الفنترال سيرفيس يبص لجوه للداخل ميديالي كده, لدرجة انه بيلف للخارج, يعني الانتير سيرفيس اللي هو نورمالي انتيرير بيلف يبقى هو بوستيرير, والبوستيرير بقى هو الانتيرير. الحركة دي برونيشن, لكن لما ارجع للاناتوميكال بوزيشن العادي دي سوباينيشن. فالبرونيشن بمنتهى البساطة medial rotation of the forearm which brings the palm of the hand to face posteriorly. يعني انا بعمل برونيشن البالم بقى متجه للخلف, بينما السوباينيشن is lateral rotation of the forearm which brings the palm of the hand to face anteriorly once again. يعني انا لو عندي كده في الاناتوميكال بوزيشن, وانا في الاناتوميكال بوزيشن لما الف الفور ارم كده ميديال روتيشن ميديال روتيشن, الاقي البالم بقى باصص لورا والدورس بقى باصص لامام, ده برونيشن. لكن لما الفه تاني وارجعه ارجعه لغايه لما يرجع البالم فوروردز تاني والدورس باكورز, يبقى ده سوباينيشن. طبعا من الواضح ان ما اقدرش اعمل سوباينيشن الا لما اكون اوريدي عملت ايه؟ برونيشن. يعني وانا في الاناتوميكال بوزيشن مش هقدر اعمل سوباينيشن, يبقى لازم يبقى في برونيشن واصلحه بالسوباينيشن, لكن مش هينفع سوباينيشن من غير ما اسبقه برونيشن. في حاجه اسمها protraction and retraction. protraction يعني moving the jaw forward, يعني ان انا اسحب الجو للامام, هتبقى حركه بسيطه قوي, ده protraction. ان انا ارجعه ده هيبقى retraction, moving the jaw backwards. وبرضو ناخد بالنا ان انا اسحب الجو للامام ده protraction,
وارجعه ريتراكشن. برضو مش هقدر اعمل ريتراكشن لو ما كنتش سبقته بايه بروتراكشن. Protraction and retraction can also occur at shoulders. يعني برضو في الشولدر لما اجيب الشولدر للامام كده ده protraction ولما ارجعه لورا ده ايه retraction. يبقى الفك السفلي للامام protraction يرجع ورا retraction, الفك يطلع لقدام protraction يرجع لورا retraction, والشولدر ايضا يطلع للامام protraction ويرجع للخلف retraction. كلامنا في الموفمنتس هنلاقي في موفمنت اخرى جديده عايزين نعرفها اسمها انفيرشن اند ايفيرشن. دي موفمنت مخصوصه للفوت. لما احرك الفوت بحيث ان السول اوف ذا فوت يبص للداخل ده بسميه انفيرشن. يعني لو الفوت دي السول بقى باصص للداخل بقى باصص ميديلي ده بسميه انفيرشن, ولما السول يبص للخارج ده بسميه ايفيرشن. So inversion means moving the foot so that the sole faces medially, بينما eversion moving the foot so that the sole faces laterally. يبقى أنا لما السول يبص للداخل ده medially, يبص inwards medially inversion, لما يبص للخارج ده هيبقى eversion. حركة أخرى مرتبطة بالفوت, لما أرفع وش القدم لفوق ده بسميه دورسي فليكشن, لما اقف على اطراف اصابعي ده بسميه بلانتر فليكشن. يعني الدورسي فليكشن بيندينج ذا فوت اور انكل ابورز, برفع الفوت او الانكل ابورز, بينما البلانتر فليكشن بيندينج ذا فوت اور انكل داونرز, بتني الفوت لتحت. يعني تاني لما برفع وش القدم لفوق ده دورسي فليكشن, لما اقف على اطراف اصابعي ده بلانتر فليكشن. للاشخاص اللي بيسوقوا عربيه لما تدوس بنزين كده ده بلانتر فليكشن, ولما ترفع رجلك من على البنزين ده هيبقى دورسي فليكشن. These are the different movements اللي احنا اتكلمنا عليهم, flexion, extension, abduction, adduction الى اخره, وعرفنا supination والpronation حركات مخصوصه للفور arm, وعرفنا البروتراكشن والريتراكشن حركه مخصوصه للمندبل فوروردز اند باكوردز, وللشولدر ايضا فوروردز اند باكوردز. كده نكون وصلنا لنهايه محاضرتنا النهارده عن التيرمز اوف موفمنتس. دي كانت محاضرتنا الثانيه, اتمنى ان احنا نكون عرفنا من خلالها ديفرنت تيرمز اوف موفمنتس, لان ده اساس مهم جدا لينا واحنا بنذاكر الاناتومي. اشكركم ونلتقي في المحاضره الثالثه ان شاء الله.